الاستماع للنشيد الوطني وتقديم التشريفات العسكرية له من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. حيا السيد رئيس الجمهورية. حيا السيد رئيس الجمهورية مستقبليه السادة قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. أنا الشهيد ابن الشهيد، أحببت مثلك أن أكون شهيدا، ليظل وجهك هانئا وسعيدا، وقصدت قبرك يا عزيز قلبي، أحمل في يدي ذخيرة وورودا، ومعي سلاحك كلما ظنه رد نفخت فيه لكي يعود جديدا. فأنا يمينك في الصعاب، أنا الرصاص الحي أكتب نصرك الموعودا. فأنا امتدادك يا أبي، فهو أنا ذباك. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. سادة العمداء، سادة الضباط، سادة ضباط الصف والجنود والمستخدمين المدنيين، أحييكم تحية إكبار لكم وللجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته، حامي الحمى وحامي الوطن. إنه لمن دواعي الفخر أن أكون اليوم ما بينكم ونحتفي بمن سبقونا في الإيمان ومن استشهدوا من أجل هذا الوطن اللي أنتم حماة نتاعو اليوم، شهداء المقاومة، شهداء مجازر. 8 ماي 45
في سطيف وقلمة وخراطة ومدن أخرى من الجزائر، شهداء الثورة التحريرية. إذن هذا الأساس حتى نترحم عليهم سنويا ونسير على دربهم. أسست يوم الوطني للذاكرة، وهذا اليوم الذي هو 8 ماي، فما نتكلم عن الذاكرة نتاعنا كثير اللي يلوموا علينا. الشعب اللي ما عندوش جذور، الشعب اللي ما عندوش سلف صالح مجاهد، مصيره مجهول. وهذاك علاش احنا نفتخر بجدود جدود جدودنا، نفتخر بمقاومة دامت 70 سنة. سبعين سنة كل مناطق الجزائر ثارت وحدة تلو الأخرى. شعب مقاوم، شعب رافض الاحتلال، شعب رافض أن تمس حريته. للناس اللي يشكوا في تضحيات الجسام مجزرة 8 ماي 1945، راه غير لساني اللي يقولها. أرض مفرشة بالأجساد، أجساد نتاع ضحايا الشهداء نتاعنا، دماء اللي رموها من الهليكوبتر، واللي رموها كذا في البحر، واللي رموها في هذه، واللي شعلوا فيهم النار، واللي داروهم في الكوشات نتاع الجير. يعني إجرام، إجرام واضح، ما عندنا ما ندرقوا فيه. اليوم الحمد لله فضل هذه التضحيات، وما هي مزية حتى من واحد، تضحيات نتاع الشهداء نتاع الجزائر اللي خلاو الجزائر اليوم مستقلة، وخلاو الجيش نتاعها قوي وسيتقوى أكثر لحماية هذا الاستقلال. لأن اللي ما يصونش قيمة التضحية نتاع شهدائنا، وما يصونش كرامة الجزائر والدفاع عن استقلالها وحريتها اليوم، لا تاريخ له ولا مستقبل له. لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي وقلتها، نصونوه بأمرين: جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو، قد ما ننقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي قوي باش يعتدي. التاريخ يشهد الجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا، عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية، عمر الجزائر ما تعدات على واحد. تعدوا علينا وهجموا علينا، ولكن احنا لا، ندافع على ترابنا فقط. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران، لا، باش نحمي أرضي اللي ضحاوا عليها قوافل تلو القوافل تاع الشهداء. هذا ما كان، باش الجيل الحالي يعيش حر، مستقبله بين يديه، وفتاوي اقتصادية. واللي يستدين ماهوش عيب، واللي عيب الاستدانة عيب وخيانة للشهداء. لأن لكان تمشي للمديونية وانت قادر تنظم حوالك باش ما تمشيش للمديونية. تمشي للمديونية خلاص سكت، ما بقى لك لا تدافع لا على غزة ولا على الصحراء الغربية ولا على حقوق الإنسان ولا حقوق المضطهدين في إفريقيا وغير إفريقيا. إذن ما نمشوش للمديونية، وما مشيناش رغم يعني الفخ اللي كانوا بانينه لنا.